صباح الخيرات والنعيم على كل المتابعين الكرام. اليوم راح نتحدثوا على الروتين الذي أقوم به خلال الأسبوع مع النباتات المنزلية، سواء من سقي، تسمية، تنظيف وتنقية. إذا أعجبتكم الحلقة تابعوني بعد الفاصل. أول حاجة سوف أبدأ بتغيير عمادة نبات الموستيرا ديليسيوزا، لأنه لاحظت عليها بدأ ساقها في الاعوجاج والميلان، لذلك قررت تغيير دعامة أكثر طولا وأكثر يعني مقاومة. أول حاجة سوف يعني خرجت إلى أرض الحديقة للبحث عن دعامة تكون بنفس طول النبتة، يعني الأجواء ممطرة شتوية. أخذت إحدى دعامات والدي ليستعملهم في الزراعة، ونقوم بتغيير هذه دعامة نبتة الموستيرا. هذا الروتين هو روتين أقوم به يعني في بعض من الأيام، يعني ليس كل الأعمال التي سترونها اليوم يعني أقوم بها في يوم واحد، كل أعمال أقوم بها على فترات أو على مدار الأسبوع، يعني كل يوم أو بعض ساعات أو أوقات الفراغ أقوم بعمل روتين معين. نبات ديليسيوزا هنا سوف أقوم بوضع الدعامة يعني وتثبيتها جيدا في التربة، وأقوم بتثبيت كذلك الساق على العمادة، وأريد تصحيح إعوجاجه لأني أريده أن يكون منتصبا مثل يعني تشبه الدعامة، لكن بحثت عن شرائط الفيلكرو لكي أثبت الساق مع الدعامة، لكن لم أجدهم في المحلات الخاصة بالنباتات الزينة، فقمت بوضع أي خيط أقوم بإحكام الساق مع الدعامة. أكمل عملية التثبيت ثم نلتقي بعد قليل. كما تعلمون نباتات الزينة المنزلية أو الخارجية تحتاج إلى السماد لمواصلة نموها بشكل طبيعي، والنباتات الداخلية رغم برودة الطقس وفصل الشتاء إلا أنها موجودة في درجات حرارة معتدلة، لذلك ما زالت تعطي لنا بعض النموات وبعض الأوراق الجديدة، لذلك فضلت أن أقوم بتسميدها بسماد الأمبيكا المتوازن، لأن معظم النباتات الداخلية هي نباتات ورقية، وسماد الأمبيكا معناه يحتوي على العناصر الكبرى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. النيتروجين للحصول على جذور قوية، الفوسفور للحصول على الزهور أو الثمار، والبوتاسيوم لنمو النبات بشكل متوازن وصحي. نبات أو سماد الأمبيكا المتوازن نقوم بوضع ملعقة صغيرة ممسوحة على لتر من الماء، لكن أنا أقوم بتخفيف الكمية نظرا لأنه فصل الشتاء والنبتة ليس في مرحلة نمو نشط، لذلك سوف أقوم بتسميدها بسماد متوازن مخفف. إضافة إلى الكربون والأكسجين تأخذه النبتة من الهواء، لذلك نقول أن النبات يحتاج إلى التهوية. كذلك عنصر الهيدروجين تأخذه النبتة من الماء أو من ماء التسميد. عند يعني زرع النبتة في تربة جديدة، التربة تكون تحتوي على عناصر غذائية، ويعني تقوم بامتصاصها النبتة بشكل دوري، لكن مع مرور الوقت والتربة تصبح فقيرة للعناصر الغذائية، وبالتالي سوف تحتاج إلى تسميد بشكل دوري. نقوم هنا بخلط السماد في القارورة، ونقوم بسقي مختلف النباتات مرة شهريا، لأن النبتة الآن في فصل الشتاء
لا تحتاج إلى السقي لفترات قصيرة، وأقوم بسقايتها مرة شهريا، والسماد تحتاجه كذلك مرة شهريا. لذلك كل ما أقوم بسقي النبات أقوم بسقيها بهذا المحلول، لكن في فصل الربيع وفصل الصيف تختلف الطريقة، لأن النبات يحتاج إلى فترات أقصر لسقايته، ولكن التسميد يبقى مرة شهريا. لذلك أقوم بسقي النبات في الصيف كل أسبوع، والأسبوع الرابع أقوم بتسميد النبات. كما تلاحظوا نكون وضع السقي أو أسقي النبتة بالسماد على حسب حجم الإصيص. نقوم بنفس العملية لمختلف النباتات الموجودة عندي، ثم نلتقي بعد قليل. تلاحظوا هنا يا نبات الدفنباخية اعطتني بعض الأوراق كذلك في طريقها للخروج. أقوم بوضع الماء عن طريق حوض الديكور، لأني أحتاج فقط الجزء السفلي من التربة يصبح مبلل، المنطقة الموجودة بها الجذور، لكن السطح العلوي للتربة أريد أن يبقى جاف، وذلك لتجنب تشكل الذباب الطائر أو الذبابة السوداء الطائرة. كذلك لاحظت على نبات الفيلودندرون، لاحظت عليه أنه النباتات الجديدة أصبحت صغيرة الحجم، ويعني تغير شكل ورقتها. يمكن هناك سببين، السبب الأول ولا يتلقى الإضاءة الكافية، أو أن التربة أصبحت فقيرة ولا تحتوي على العناصر الغذائية، لذلك قررت أن أسمده وأرى ما هو السبب الذي جعل الأوراق بهذا الحجم الصغير. نواصل عملية سقي مختلف النباتات الموجودة عندي، ثم نلتقي بعد قليل. بعد عملية سقي النباتات وتسميدها أقوم برش الأوراق لمختلف نباتات الزينة. كذلك نباتات الداخلية هي نباتات معظمها استوائية، لذلك تحتاج إلى الرطوبة العالية والمتوسطة في الجو. وما لاحظت أن الأوراق في فصل الشتاء تتأثر كثيرا وتصبح جافة ومحترقة في أطرافها وجوانبها، والسبب يرجع إلى وجود التدفئة، يعني عند تشغيل التكييف أو التدفئة الجو يصبح جاف، لذلك تتأثر الأوراق بهذه الأجواء. يعني في الحقيقة نباتاتي في فصل الصيف أو في معظم فصول السنة لا أقوم برشها، لأن الأجواء عندنا عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تصبح الرطوبة عالية، لكن في فصل الشتاء يصبح الجو جاف نوعا ما، لذلك أقوم بترطيب النباتات برشها برذاذ الماء، يعني مرة أسبوعيا أو مرتين، يعني على حسب الوقت الموجود عندي. أحيانا عند قبل الذهاب إلى المدرسة أو إلى الثانوية ويبقى لي فقط بضع دقائق للخروج أقوم برش النباتات، يعني أقوم برشها يعني بشكل سريع ودوري. أكيد راح تتسألوا على الفوضى الموجودة في المكان أو قطرات الماء، ولكن يعني هي آخر شيء أقوم به وهو تنظيف الأرضية وتجفيفها وتنظيف الطاولات. يعني هذا الشيء الطبيعي، يعني بعد ما أسقي وبعد ما أقوم برش النباتات المنزلية. هذه هي الطريقة في سقي وتسميد النباتات الداخلية. الآن كما تلاحظوا هذا المحلول الأزرق، كما تلاحظون لونه، هذا المحلول هو محلول الخضروات عند غليها، وهذا بدأت هو محلول الملفوف، على ما أظن ملفوف، نقوم بتسميته محليا شيفلور،
لا أدري، ربما ملفوف باللغة العربية، لونه أزرق. نقوم بغلي نبات الملفوف، لكن ماء الغلي لا أقوم برميه، وإنما أتركه حتى يبرد وأقوم بسقي به النباتات الخارجية، لأن هذا المحلول أكيد يحتوي على عناصر غذائية. لا أقوم برميها، بل أضعها في النباتات لتستفيد منه بشكل أو بآخر. هذا كذلك محلول النبات الخرشف، أقوم بسقي النباتات، لكن هذا المحلول أقوم بسقايته أو أقوم بوضعه في التربة بعد، يعني في اليوم الأول من غليه، يعني لا أقوم بالاحتفاظ به في قارورة محكمة لعدة أيام، لأنه سوف يتعفن وسوف يبعث رائحة كريهة. لذلك نقوم بسقي النبات بهذا المحلول في اليوم الذي نقوم بغلي الخضروات. أقوم هنا بسقي مختلف النباتات الموجودة والمتبقية عندي هنا في أرض الحديقة أو في سطح المنزل، وفي الأخير أختتم هذا الفيديو بصورة لنبتة جميلة جدا وهي في مرحلة الإزهار، وهي نبات الكريسماس أو نبتة صبار العقربة. الاسم العلمي هو نبات الشلمبرغيرا، نبتة جميلة جدا كما تلاحظون، زهرتها وكأنها راقصة بالي. نبتة جميلة، أزهار جميلة في مرحلة الإزهار. حبيت نختتم الفيديو بهذه الزهرة الجميلة. إن شاء الله نتلقاو في فيديوهات أخرى بحول الله مع نباتات جديدة. نتلقاو في ساعة الخير وسلام.